الرحيم الإخوة والأحباء، أهلا بحضراتكم في فيديو جديد. وقعة مؤسفة حدثت في بورسعيد وتحديدا في مدينة بور فؤاد، وقع أشعلت مواقع التواصل الاجتماعي وكان في اهتمام بها لأنها كانت تصوير فيديو انتشر كبير جدا لشخص واقف يحمل في يعني كلتا يديه أسلحة بيضاء، يعني كان في إيد فيها زي سنجة أو سيف أو حاجة زي كده، آلة حادة، والإيد التانية فيها مطوة. وكان المفروض الفيديو كما يعني شاهدناه جميعا إن في تصوير من داخل الشقة اللي بيتم الاعتداء على أصحابها، تصوير من داخل الشقة اللي بيتم الاعتداء على أصحابها، يعني التصوير بيصور الشخص ده وهو خارج الشقة وأمام باب الشقة اللي بيتم الاعتداء على أصحابها، وهو طبعا بيهدد الشخص اللي موجود داخل الشقة، وفي واحدة سيدة كبيرة في السن واقفة ما بينهم والشخص اللي هو المفروض بيحمل السلاح، بيطلب منها انها تبتعد عن وجهه، وان هو كان يعني عنده نية ان هو المفروض يفتك بيه الشخص المفروض واقف وراء هذه السيدة. الواقعة زي ما احنا شفناها يعني فيها عنف شديد جدا، وما كناش عارفين ايه ملابسات الموضوع، ما كناش عارفين الشخص الواقف بيحمل الاسلحة البيضاء دي واقف ليه، ايه سر الغضب الشديد اللي عنده، يعني عاوز يفتك بالشخص اللي واقف جوه الشقة ليه، ومين السيدة اللي واقفة يعني امام او في ما بينهم، يعني في سيدة كبيرة في السن واقفة المفروض انها يعني بتمنع الشخص اللي هو بيحمل الاسلحة البيضاء من ان هو يعتدي على الشخص اللي كان مفروض صاحب الشقة اللي واقف وراها. وطبعا اتقال في بداية الموضوع ان السيدة اللي كانت واقفة بتمنع الشخص المعتدي او اللي بيحمل اسلحة بيضاء من الاعتداء على صاحب الشقة او صاحب العين المفروض بيتم الاعتداء عليها، ان دي والدة صاحب العين دي، الراجل اللي هو كان واقف وراها. طبعا عشان بس يعني طبعا انا مرضتش ان انا اعمل الفيديو ده، الموضوع ده بقاله يومين دلوقتي، انا مرضتش ان انا اتكلم في الموضوع لان المفروض التفاصيل كانت مبهمة الى حد كبير، يعني ما كنتش عارف الموضوع ده ايه، وكان طبعا فيه تحريات وكان فيه يعني كلام كتير في الموضوع واتقالت قصص كتيرة، رغم ان المدة الزمنية على حدوث هذه الواقعة فترة زمنية قليلة، ولكن حصل فيه كلام كتير جدا حول هذا الموضوع. فانا حبيت ان انا لما اقول لحضراتكم حاجة تكون يعني شيء منضبط جدا، شيء يعني هو فعلا بيمثل الحقيقة او حقيقة ما حدث. احنا عاوزين كلنا نعرف ايه اللي حصل ده وحصل ليه، ومين الاشخاص اللي موجودين في الفيديو اللي ظهروا في هذا الفيديو اللي انتشر زي ما قلت انتشار النار في الهشيم. طيب عشان قبل ما احكي لحضراتكم بقى التفاصيل الواقعة كاملة وايه اللي حصل، لان في مفاجآت في هذه الواقعة، في مفاجأة كبيرة جدا في هذه الواقعة هنعرفها، بس الأول نشوف الفيديو بتاع الواقعة وبعد كده نرجع نكمل مع بعض واحكي لحضراتكم التفاصيل والمفاجأة اللي موجودة في تلك الواقعة. نشوف مع بعض الفيديو ونرجع تاني لبعض. اوعى من وشي، اوعى من وشي، اوعى من وشي، مش هبدون يا واد، مش هخش، انا مش داخل، انا مش داخل، انا مش داخل، حضرتك هنزل لك تحت، هنزل لك تحت، اي حته معاه. لا يا بدون يا خش، هقتلك، اوريلك ازاي، قسما بالله انا هخش يا شعره مني، بالله انا هقتلك، مش هتعمل اي حاجه، بالله انا هقتلك، اقتلني، بالله انا هقتلك، اقتلني، اوعى من وشي، لا مش هقتلك، اوعى من وشي يا ست، اوعى من وشي، موتني، اوعى من وشي، بقولك موتني يا ست، اوعى من وشي، موتني، اوعى من وشي، اوعى من وشي، خش يا بدنيا، اوعى من وشي، خش يا سيد، خش يا سيد، خلاص بقى، اوعى من وشي، خش يا سيد، سيب، اوعى من وشي، يا ست، اوعى من وشي، يا ست، اوعى، اقفل يا بدنيا، مش هقفل، انا مش هقفل يا سيد، قسما بالله هقتلك، وريني هتعمل ايه، بالله هقتلك، وريني هتعمل ايه، بالله ورحمة ابويا هقتلك، ماشي وريني، هقتلك، وريني، بعد سنة، بعد اتنين، بعد عشرة، هقتلك، 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 انا معاك، انا ولا بمد ايدي على نسوان، ولا بضرب بنات، ولا كلام من ده، بس اللي اهلك هيعملوه هطلعه عليك، اللي بناتك وغلطك هتعمله هطلعها عليك انت، اسمع انا هصبر، اطلع خلاص، امشي بقى، امشي بقى، خلاص كفايه كده،
انت اللي واقفه في وشي. انت اللي واقفه في وشي. انت اللي واقفه في وشي. انت اللي واقفه في وشي برضه. خلاص هقتلك يا سيد. يلا وريني. والله والله وريني. يلا بقى خش جوه ولا ماشي. يلا امشي. شفنا مع بعض فيديو الواقعه اللي انتشر انتشار كبير جدا خلال الساعات الماضيه او خلال اليومين الماضيين على مواقع التواصل الاجتماعي. وطبعا في طبعا يعني القصص كترت والاقاويل كترت نظرا لان الموضوع كان لسه في اوله، وفي ناس طلعت طبعا طلعت واتكلمت وقالت روايات غير صحيحه عن الواقعه. زي ما قلت لحضراتكم انا انتظرت يعني الى ان تتوفر معلومات يعني اكيده يعني معلومات صحيحه واكيده عن هذه الواقعه عشان اطلع واقولها لحضراتكم او نتكلم فيها، لان انا مش عاوز ان انا يعني ارتجل او ان انا يعني اقول حاجه مش حقيقيه او ملهاش علاقه بارض الواقع. القصه طبعا خلاص المفروض تفاصيلها اتعرفت، والتفاصيل دي يعني فعلا فيها شيء غريب جدا وشيء ممكن يكون صادم لحضراتكم في تفاصيل تلك الواقع. احنا اللي احنا شفناه ان في شخص مدجج بالسلاح الابيض مع اسلحة بيضاء واقف بيهدد ناس في المفروض موجودين داخل الشقة بتاعتهم، وان التصوير من داخل الشقة اللي بيتم الاعتداء على اصحابها، ده اللي احنا شفناه. وان في سيده واقفه بتمنع الشخص اللي معاه السلاح الابيض انه يعتدي على الشخص اللي موجود داخل الشقه. طبعا في ناس طلعت وقالت ان السيده اللي كانت واقفه، السيده الكبيره في السن اللي هو سنها كبير، اللي كانت واقفه بتمنع المعتدي اللي اسمه حسن، اللي هو يعني معروف بانه هو الجاني يعني، وطبعا هو دلوقتي مقبوض عليه والنيابه وجهت له يعني بعض الاتهامات ومحبوس يعني تم حبسه 4 أيام على زمن التحقيق. حسن اللي كان شايل السلاح الابيض، المفروض ان الست اللي كانت واقفه بتحجز عليه بتمنعه من ان هو يعني يعتدي على جاره الشخص اللي كان واقف وراه في الفيديو. في ناس قالت ان هي والده الشخص اللي كان بيتم او المجني عليه اللي كان بيتم او كان في محاوله الاعتداء عليه. الكلام ده طبعا كلام مش حقيقي ومش صحيح. اتضح ان السيده اللي كانت واقفه بتحجز عشان خاطر تمنع حسن اللي هو الجاني اللي كان ماسك السلاح الابيض في ايده من الاعتداء على الشخص اللي كان واقف وراها، هي والدة حسن نفسه، يعني هي والدة الشخص اللي قام بالاعتداء، يعني هي والدته وليست والدة الشخص اللي كان واقف وراها اللي هو صاحب العين اللي بيتم الاعتداء عليه. يعني هي والدة حسن اللي كان معاه السلاح الابيض واللي كان بيحاول ان هو يعتدي او يفتك بالشخص اللي موجود داخل العين. طيب والتصوير طبعا كان من داخل الشقة اللي بيتم الاعتداء على اصحابها. طبعا ايه القصة بقى؟ يعني طبعا احنا بقى عايزين نعرف يعني السيدة اللي ابنها المفروض واقف عايز يعتدي على الشخص اللي وراها، الناس كلها افتكرت ان الشخص اللي واقف ورا السيدة ده ابنها، وان حسن اللي معاه السلاح الابيض ده شخص جاي يعتدي عليهم في بيتهم. اتضح طبعا زي ما قلت لحضراتكم ان القصة مش كده خالص، وان السيدة اللي واقفة بتمنع حسن اللي بيحمل السلاح الابيض هي والدة حسن نفسه. طب هي بتمنعه ليه؟ طب ايه القصة؟ القصة جاءت على لسان السيدة نفسها، والدة حسن الجاني اللي هو طبعا زي ما قلت محبوس دلوقتي 4 أيام على زمن التحقيق، بتحكي ان في مشاكل كبيرة جدا بينهم وبين جيرانهم اللي هي المفروض كانت واقفة بتحجز على يعني صاحب العين، يعني دول جيرانهم، وفي بينهم مشاكل كبيرة جدا جدا جدا، يعني مشاكل وضغائن غير طبيعية منذ اكتر من عام. الموضوع بدايته كانت ايه؟ الموضوع بدايته او ايه بداية المشاكل دي؟ بداية المشاكل برضك عشان حضراتكم تبقوا عارفين بقى القصة كلها واي روايات تانية اتقالت يعني دي لا تلقوا اليها بالا. يعني المشاكل دي كان سببها ايه؟ المشاكل ان هي وفقا لرواية والدة حسن الجاني اللي هو كان يحمل السلاح الابيض في الفيديو، معلش انا بعرف حضراتكم من وقت للتاني لان الموضوع بقى فيه لخبطة شوية كده. هي بتحكي بتقول لما بيسألوها انت كنت واقفة، الناس افتكرت ان انت والدة الشخص اللي كان واقف جوه الشقة، قالت لهم لا ده انا والدة حسن اللي كان المفروض جاي يعتدي عليهم، بس انا منعته من ارتكاب جريمة. يعني هي منعته من ارتكاب جريمة بحق هؤلاء الاشخاص، ولكن قالت ان الناس دول ناس يعني
يعني متجبرين ودائمي يعني عملوا معاهم مشاكل كتير جدا على مدار السنة واللي فاتت، يعني على مدار عام او اكتر من عام كان بينهم مشاكل ضخمة جدا. وسبب المشاكل دي ان هم كانوا بيسوقوا سمعة هذه السيدة وابنائها. السيدة دي عندها حسن اللي هو الجاني وعندها ابن تاني اسمه محمد، وصاحب العقار او صاحب الشقة اللي المفروض هي كانت واقفة بتحجز عشان خاطر ابنها ما يموتوش اسمه السيد، بس عشان نبقى فاهمين الاسماء. السيد ده هو وزوجته وبناته اعتادوا ان هم يعتادوا عليهم، وبداية المشاكل كانت ان السيدة دي كانت عاوزة تزوج ابنائها او تزوج ابن من ابنائها، ففي عروسة طبعا كانت موجودة، فالمفروض ان هم بيسألوا على الجماعة دول، يعني هذه السيدة وابنائها، عشان يعرفوا اخلاقيتهم. كما جرت العادة عندنا لما حد بيتزوج المفروض او بيتقدم للزواج من فتاة اهلها بيسألوا عنه في عمله في المنطقة اللي بيقيم فيها عشان يعرفوا اخلاقيته والكلام ده كله. فالمفروض ان البواب بتاع العمارة او احد الاشخاص الموجودين قال لهم، قال للعروسة واهلها او ذويها ان اللي هتفيدكوا او هتقولكوا كل حاجة عن هذه السيدة وابنائها هي جارتهم اللي مقيمة في الشقة اللي قصادهم اللي حصل معهم المشكلة دول، واسمها ام دنيا. فطبعا لما هم راحوا، طبعا ام دنيا دي وفقا لرواية والدة حسن الجاني قالت ان هي طبعا بدأت انها تتكلم عنهم بالسوء وذكرتهم بابشع الالفاظ وخوفت البنت، لدرجة ان البنت بعد كده يعني قالت خلاص، او اهلها قالوا لا يا جماعة مش هننفع ان احنا نرتبط ببعض نظرا لان احنا سمعنا عنكم واحد اتنين تلاتة. يعني هي بتقول البنت ما كتمتش الكلام اللي خدته من ام دنيا اللي هي كان المفروض بيتم الاعتداء عليهم، ولكن راحت قالت لام حسن الجاني ده السيدة اللي هي جارتكم قالت عليكم واحد اتنين تلاتة. طبعا حصلت مشاكل كبيرة جدا ما بينهم بسبب هذا الموضوع، والموضوع ده كان في العام الماضي، العام الماضي قبل عيد الأضحى المبارك، وحصل اعتداء من السيد اللي هو كان ظاهر في الفيديو في داخل الشقة اللي بيتم المفروض اللي هو المجني عليه أو اللي كان بيتم الاعتداء عليه، قام بطعن حسن من سنة، الكلام ده من عام يا جماعة، من عام مضى، طعنوا طعنتين في كتفه وعوروا في يعني في جبهته او في عينه والكلام ده كله، كانت مشكله كبيره جدا. ومرات اللي هو اسمه السيد ده اللي هو المجني عليه المفروض في الواقعه الحاليه ضربت او اعتدت على هذه السيده. من ساعتها كان في مشاكل جامده جدا بينهم، ويعني تلاسم بقى بالالفاظ يعني والكلام ده كله على مدار سنه، بتقول كان في مشاكل رهيبه بشكل كبير جدا. بتقول بقى سبب الواقعة بقى اللي حضراتكم شفتوها او الفيديو اللي حضراتكم شفتوها، المشاكل دي كلها اللي هي كانت من سنة او كانت من عام مضى، الواقعة بقى اللي حضراتكم شفتوها في الفيديو ده اللي هي حدثت من يومين، ايه سببها بقى؟ يعني ايه اللي طور المشاكل او اظهرها؟ بتقول المشاكل ما انتهتش، هو في تلاسل على طول، يعني بقى في سباب وفي قصف وفي الكلام ده كله على يعني على فترات، ولكن بتقول اللي حصل في اليوم ده او يوم الواقعة دي ان هي قبلها بيومين كانت المفروض يعني بتقوم بعمل نظافة في الشقة بتاعتها وامام المنزل، بتقول طبعا سمعتهم من داخل الشقة بتاعتهم بدأوا ان هم يعني يشتموها او الكلام ده كله، فطبعا وبعد كده فهي خبطت على باب الشقة عشان خاطر يعني تنهارهم عن هذا التصرف او تشتكي لوالد للوالد اللي هو اسمه السيد اللي كان واقف وراه في الفيديو، وتشتكي له من بنته اللي اسمها دنيا اللي المفروض ان هي اعتدت عليها لفظيا. يعني بنته طبعا دي خرجت يعني بعد ما خبرت السيدة على الباب، بنته فتحت الباب وشتمتها بابشع الالفاظ، وطبعا هي لما اشتكت لوالدها، والدها ما اتخذش اي اجراء وقال لها عادي جدا وتشتمك والكلام ده كله. فطبعا هي توجهت الى قسم الشرطه لتحرير محضر وطلبوا منها انها تروح مره تانية مساء والكلام ده كله. لما رجعت لقت ابنها حسن اللي المفروض اللي هو الجاني بقى اللي كان يحمل السلاح الابيض في الفيديو موجود، وبيسالها انت كنت فين والكلام ده كله، مش عارفه انا كنت في المستشفى، ما رضتش انها تحكي له. طبعا تاني يوم كان المفروض انها تروح القسم مره تانية، فابنها قال لها انا هاجي معاكي، هي طبعا خايفه انه يروح معاها القسم عشان خاطر يعني ما يكتشفش حقيقه اللي حدث في اليوم السابق، فطبعا يعني تعللت ان هي يعني لا مش هتقدر تخرج الكلام ده كله. فهو اكتشف او حس ان في حاجه، قال لها الجماعه اللي قدامنا دول عملوا معاكي اي شيء؟
تاني يعني غلطوا فيكي. فالم طبعا ما الكلام بيجيب بعضه فاعترفت له او قالت له اه ده هم حصل منهم واحد اتنين تلاتة واعتدوا عليا وضربوني، او السيدة اللي هي زوجة السيد ده ضربتني مرة تانية او اعتدت عليا بالضرب مرة تانية. فطبعا ابنها كان في حالة يعني سيئة جدا، وقعد على الموضوع ده. هي بتقول ده السيدة اللي هي والدة حسن الجاني بتقول قعد يومين عنده حالة عصبية شديدة جدا، يعني لدرجة انه هو كان متضايق جدا وعاوز ياخد اجراء. فطبعا الى ان قرر انه هو يذهب اليهم واستل بقى السلاح الابيض اللي كان معاه وراح عشان خاطر ياخد حق والدته اللي تم الاعتداء عليها في عدم وجوده، في عدم وجوده هو واخوه. خبط على يعني المفروض خبط على باب الشقة اللي بيخطب فيها السيد اللي هو المفروض المجني عليه، اللي هم دائمي الاعتداء على والدته هو ومراته وبناته، وطبعا طلب ان هو يخرج عشان خاطر يصفي معاه المسائل وكده. والدته ما كان منها الا انها خرجت زي ما شفنا بقى في الفيديو. طبعا هو ابنها شايل سلاح ابيض ومش في حالته الطبيعية، فهيعتدي على جاره، والمفروض ان هو طبعا ممكن يعني الاعتداء ده يؤدي الى ان هو يرتكب مجزرة لان هو مش في حالته الطبيعية. فوالدته هي اللي خرجت بقى زي ما شفنا في الفيديو كده، ووقفت ما بين ابنها اللي بيحمل السلاح الابيض والسيد اللي هو بيخطب في الشقة المقابلة اللي هو كان اللي هو اعتدى عليها هو وبناته وزوجته. هي طبعا بتقول ان هو يعني ابنها مش بلطجي، وان هو انسان كويس جدا، وان هو يعني الاستفزاز الرهيب اللي على مدار سنة كاملة خلاها خلاص يعني كانت يعني مش قادر يستحمل، وان الموقف الاخير اللي حصل معاها لان هي سيدة مريضة عندها القلب والكلام ده كله، ده كان القشة التي قطمت ظهر البعير. في جزء تاني للفيديو ده ما نزلش، هما كانوا بيصوروا طبعا الجماعة دول من داخل الشقة بتاعتهم، في جزء تاني ما نزلش. ان حسن ده مع الاستفزاز بيقول خلاص والدته طبعا قالت له لا، هو طبعا زي ما حضراتكم شفتوا الفيديو اللي انا عرضته لحضراتكم، هو بيقول لها ابعدي ابعدي ابعدي. الناس كانت فاكره ان هو بلطجي يعتدي على ابنها، ولكن طبعا حضراتكم فهمتوا كده القصه. فبتقول بعد ما هدي وخلاص هيدخل الشقه، زوجه السيد اللي هي المفروض الجيران اللي هي اعتدت على السيده الكبيره والده حسن الجاني يعني ندهت له وغلطت فيه، فما كان منه الا ان هو يعني عورها او جرحها في جبهتها بالسلاح الابيض اللي كان معاه، وبناء عليه تم القاء القبض عليه. القصه دي القصه اللي والدت يعني حسن الجاني حكيتها، وانا هجيب لحضراتكم برضك الجزء الخاص باليوم ده اللي حصل، يعني الشهاده او الكلام بتاع السيده بعد ما انتهي برضك عشان حضرتك تسمعوا الكلام من هي شخصيا، لكن مش هجيب الكلام كله يعني من بدايه المشاكل، ولكن هجيب الكلام اللي يخص هذا اليوم او هذه الواقع. طبعا شيء مؤسف ان ده يحصل بين الجيران وبعضهم، ان المفروض الناس يعني يكون بينهم مودة ورحمة، وان الجيران زي ما احنا بنقول في المثل بتاعنا النبي وصى على سبع جار، يعني المفروض الجار ده المفروض ان ممكن يلحق الشخص يعني قبل حتى اسرته واخواته، لو كان شخص مقيم في مكان ويتعب ولا جرى له اي حاجة المفروض ان جيرانه دول بيكونوا اقرب الناس له، ولكن طبعا اكيد بيحصل مشاكل في البيوت وبتحصل خلافات كبيرة ما بين الجيران وبعضهم لاسباب انا شايف انها اسباب تافهة، يعني مفيش اي سبب من السيدة اللي السيدة قالته يعني يستدعي كل هذه الامور او يخلي الجيران او ان هما يقعوا في بعض بهذه الطريقة السيئة. طبعا نتمنى ان شاء الله باذن الله دي الواقعة اللي حصلت، نتمنى طبعا يعني ان ربنا يصلح الاحوال وان يحصل صلح بينهم، والى الان طبعا مفيش اي صلح بينهم. ابنها طبعا مقبوض عليه، وزي ما قلت صادر قرار النيابه بحبسه 4 ايام على ذمه التحقيق، والمفروض ان الجيران اللي هو السيد ده بقى واسرته يعني رفضوا التصالح الى الان. يعني انا لا املك الا ان انا ادعو للناس جميعا بالهدايه، يعني ربنا يهدي الجميع وربنا يعني يكفينا جميعا شر المشاكل وشر الازمات والشر واهله. انا حبيت بس ان انا اتكلم في القصه دي لانها كانت مثار اهتمام الراي العام، واكيد حضراتكم لسه ما تعرفوش التفاصيل دي، التفاصيل دي هي التفاصيل النهائيه في هذه الواقعة. هسيب حضراتكم دلوقتي مع جزء من يعني شهادة أو كلام الوالدة حسن الجاني فيما يتعلق أو فيما يخص
اليوم اللي حصلت فيه المشكله، مش المشاكل اللي حصلت على مدار عام. انا هتكلم او هقول لحضراتكم او اسيب لحضراتكم الجزء اللي كانت بتتكلم فيه عن المشكله الاخيره فقط. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد، دمتم في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. امنا سبب بقى اللي حصل ده اللي انتوا شفتوه في الفيديو ده، ان انا كنت بروق بيتي وقلت بالمره اطلع امسح قدام باب الشقه وانضف وكده، اسمعهم بقى من جوه الباب استفزاز شتيمه، رايحين جايين يبصوا من ورا العين السحريه، سمعهم بحكوا في الباب استفزاز بقى وشتيمه وتنبيط والحاجات اللي انتوا عارفينها دي. ده بني ست كبيره انا بتاعت الكلام ده، هي وبناتها جوه بقى. قمت انا يعني انا والله والله العظيم ما في غير اللي انا قلته. راحت طالعه لي بنتها الصغيره شتمتني شتايم يعف عنها اللسان، شتايم قذره يعف عنها اللسان، انا ما اقدرش اقولها في الفيديو. يعني ده بنت المجني المجني عليه اللي هو ظهر، يا ميم وامك ميم. مفهومه كده؟ يا ميم وامك ميم، ام اللي في التربه كمان الشتمت. قمت انا ايه المهم، قمت انا زي ما تقول ايه يعني اتكلمت كلمتين كده على الباب، قلت ماشي اضحكوا اضحكوا مش عارفه ايه. المهم هي بقى فتحت الباب وقعدت جايه ارد على ابوها واتكلم مع ابوها، لقيتها عماله تزقني في صدري تديني بالكل باللقميات باللقميات كده امها بدل ما يقولوا لها عيب. ده كانت كمان ايه لسه بترفع ايديا وعايزه تضربني، البت بنتها الصغيره لسه بترفع ايديها وعايزه تضربني، يعني شتمتني بالشتايم القذره دي ولسه بترفع ايديها وعايزه تضربني لولا ابوها شدها من قدام. انا جايه واقفه على الباب زي ما شفتوني واقفه بحوش عنه كده، واقفه نفس الوقفه بس وش لهم وظهر لبره، وعماله اقول له يا ابو دنيا حصل من بنتك كذا كذا ومن مراتك دي كذا كذا، وهي تقول لي يلا امشي يلا امشي امشي من هنا يلا غوري يلا روحي على على ايه على اوضتك مش على شقتك، روحي على اوضتك يلا امشي انت ايه. المهم بقى ايه، بصراحة أنا مش شايفة يعني حد يجيب حقي، أنا لو كنت شايفة إن هو يجيب لي حقي وضرب بنته وقال لها عيب دي ست كبيرة وما يصحش وكده كنت تاني ولا رحت ولا جيت، خلاص كده اترضيت. إنما هو لما قلت له أنا شتم الشتمة دي من بنتك، وهي كمان ساعة ما كنت بتعاتب مع جوزها تديني تزقني من صدري وتديني بالبواني في صدري، وانا عند المنطقه دي اللي عند القلب دي تعبانه انا ما بتحملش عليها حاجه، واتحملت ووقفت ارد على ابوها. انا قلت له ايه؟ قلت له والله والله العظيم لا لازم اربها لك، انا بقولها اللي حصل مني. يقوم يقول لي ما حدش يقدر يلمس شعريه منها، ما حدش يقدر يلمس شعريه منها. قمت انا ايه قلت له ماشي، دخلت لبست هدومي الملابس بتاعتي يعني وجريت على القسم، كانوا كلهم في مشكله في النيابه او في المحكمه. وقف معايا ضابط ملازم اول اسمه علي مش فاكره على ايه، قلت له الوقت دي يعني عيله وغلطت فيا وانا ست كبيره وحمل الاثنين رجاله محترمين وعندي شباب وعندي بنات وانا من عاله محترمه وانا عيله زي دي تشتم الشتايم القذره دي ازاي، والاخر جاي ارد على ابوها، ابوها يقول لي ايه ما حدش يقدر يلمس شعريه منها، طب انا اتصرف مع دي ازاي؟ قال لي طيب هما مش موجودين دلوقتي، روحي يا ماما وتعالي ايه على الساعه 10 كده يكونوا رجعوا، يكون ظابط المباحث رجع. قلت له ماشي، جيت بيتي
قعدت ما فيش بتاع نص ساعه ساعه ونزلت تاني برضو ما كانوش لسه رجعوا. قالوا لي طب بصي عشان دي تاني مره جيت تيجي ادخل النائب المأمور. دخلت النائب المأمور حكيت له الموضوع ما عجبوش. قال له روحي. قلت له الوقت دي غلطت فيا وشتمتني شتايم قذره وامها قعدت تزقني من صدري تدينا بالبنيه في صدري وتزقني من صدري وانا بقى واقفه بتكلم مع جوزها. قام قال لي طيب اخرجي اعملي لها محضر سب وقصف منعا للشر. انا رحت القسم منعا للشر عشان برضو ولادي يقتنعوا ان انا عملت محضر وخدت حق عن طريق المحضر عشان امنع الشر. تمام. عملت لها المحضر وبقى يفتح فتح بيكتب على الكمبيوتر واقول له قول يا ماما والله والله وقران ربنا ده وقران ربنا ده والمصحف اللي احسن من الدنيا كلها ان انا ما قلت غير اللي حصل. يعني هو بيكتب وقول له قول وكمان اقول له ما فيش يمن غير اللي انا قلته ده وكمان لو انا ست مفتريه كنت قلت كتير 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 قوي انما والله انا ما قلت الا الحقيقه. المهم كان انا رجعت البيت كان ابني وقت ما انا نزلت مش موجود. جيت لقيته نايم. انا بقيت اقول يا رب استر ما يكونش صاحي يكون نايم. جيت ندهت على كده ندهه حسن انت اتعشيت؟ قال له اه ماما اتعشيت. يعني انت حبيبي اتعشيت؟ قال لي اتعشيت. قلت الحمد لله ان هو نايم. والله قسما بالله الا لا ده انا ما نمت. انا رجعت حتى من الاسم والدنيا بتشتي من الزعل. ما ركبتش. الدنيا بترخ عليا وانا مش دريانه ولا انا هنا ولا انا هنا. وجنبي منه العربيات ماشيه بس مش عايزه اركب مخنوقه من الشتيمه والتهزيق والزق والبواني واللي انا شفته قبل ما انسى. وجيت بقى لقيت ابني نايم زي ما قلت لحضرتك كده. ندهت عليه سالته انت اتعشيت؟ قال لي اتعشيت. قلت الحمد لله يا رب ان هو نايم. زي ما انا قاعده بهدومي لغايه النهار ما طلع عليا. قاعده بهدومي يعني يا دوبك بس لبست كملت بس لبسي كده كان بتاع ده جاكيت حاجه كده يعني. قال لي رايحه فين يا ماما؟ رايحه فين يا ماما؟ وكنت فين امبارح بالليل؟ قلت له يا حسن انا كنت تعبانه جت لي ازمه القلب وكنت رايحه المستشفى يعلقوا له اكسجين وكنت في المستشفى تعبانه وقالوا لي تعالوا الصبح الساعه 9 على ان اروح اعمل محضر كمان تاني لامها. وايه وانا رايحه اكمل علاجي تاني لايه دلوقتي؟ قال لي طب خلاص يا ماما استنينا انا هلبس واجي معاك. قلت له ماشي يا حبيبي. انا طبعا مش عايزاه يعرف حاجه مش عايزه اقول له. ولبس يقول لي يلا يا ماما. اقول له طب حسن انت مش كنت انت وصاحبك رايحين مشوار للمرور تعملوا ورق؟ فعلا والله مش كنتوا رايحين المرور تعملوا ورق مع بعض؟ طب ما تروحي يا ابني معاه وتسيبني انا اروح المستشفى لوحدي. قال لي لا ماما انا ما سبتش وانت تعبانه تعالي يلا عشان اجي معاك. فضلت قاعده محتاره بان عليا في حاجه مش طبيعيه. ابني قاعد يقول لي في ايه مالك في حاجه ماما انت مخباها عليا الناس دي حصل منها حاجه تاني؟ قلت له لا ما فيش يا ابني حصل منهم حاجه تاني. قلت له لا ما فيش. قال لي لا في حاجه. هو طبعا فهمني ابني فهمني عارفني وانا زعلانه عارفني وانا متضايقه عارفني وانا يعني عارفني فاهمني. قال لي لا في حاجه يا ماما. قولي لي في ايه؟ لما تلاقيته اتعصب وشنك اضطريت ان انا احكي له. قال لي ماشي يا ماما. حكت له. ابني فضل قاعد يوم اتنين تلاته بيعصر في نفسه وياكل في نفسه. قال لي لو انا عظمه في قفه انا ما سبتش تاني. ما يبقاش عندك اتنين رجاله وتشتم وتتهاني كده. لو انا عظمه في قفه مش هسيب حقك ولا حقي.
طب خلاص يا حسن، طب عشان خاطري، طب انا عملت محضر، ده الحكومة هتجيب لي حقي. خلاص يا ابني، طب معلش، طب انا كده راضية والله والله، وقرآن ربنا ده، وقرآن ربنا ده، بقيت اقول له انا راضية وزيادة كمان. انا المحضر ده خلاني ان انا راضية، وكده خدت حقي وزيادة كمان عشان امنع الشر. المهم ايه؟ قال لي لا لا لا، ما عادش ينفع، هم تعدوا حدودهم معانا قوي 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 قوي، وكده كده ما ينفعش، كل ما هنسكت كل ما هيركبوا ويعملوا اكتر من كده. المهم عد تالت يوم، بقى تالت يوم، يوم ما حصل الواقعة دي، لقيت ابني قاعد زعلان قوي، متضايق قوي، مخنوق قوي، على السرير جوه مريح كده. يا ابني مالك؟ الله ماما انا متضايق ومخنوق مش عارفه ايه. المهم بقى ايه، في ثانيه لقيت ابني راح لابس هدومه. انا عرفت بقى ان هو مش هيسكت، راح لابس هدومه وراح جاري بالسكنتين اللي انتوا شفتهم دول، فتح الباب وجرى. انا ربنا الهمني في الوقت ده، رحت جاريه، هو فضل يقول له افتح، هم طبعا عايزين يصوروه، فمسد ما صدق يقول لهم افتحوا، خبط كده على الباب خبطتين بالسكينه، حق ربنا يتقال. وانت هتشوفوه في تشريح قديم وتشريح جديد، لان هو لما عملوا فيه كده اول مره دب على السكينه بالباب عشان يفتح له، ما هو عمل اللي عمله فيه. يعني هو دب بس على الباب، ما كسرش الاكره؟ لا ما كسرش، لا لا لا، اقسم بالله العظيم يا بنتي، وقران ربنا ده ما حصل، وقران ربنا ده والمصحف الشريف ده ما حصل. التاني بقى زي ما تقول قاعدين ومحضرين الفيديو اللي هيصوروه بالسكينه كده، انت هتشوفوه على الباب، في تشريح من المره اللي فاتت لما عوره وجرى وقفل واستخبى، وقعد يدب ويقول له افتح لي افتح لي، ما فتحش. والمره دي برضو دب دبتين كده، قال له اطلع لي، انا بقالي سنه مستنيك، بقالي سنه مستنيك. فتحوا الباب، راح فتح بقى، هم عايزين يصوروه، فتح الباب قال له تعالى لي تعالى، وراح رافع كرسي السفره بتاعته، تعالى لي، انا ربنا الهمني وجريت، رحت واقفه ما بينه وما بين ابني. يقول له اوعي من وشي، هقول له موتني انا، اوعي من وشي، خلص عليا انا، انا خلاص تعبت وعايزه اموت وعايزه ارتاح. بقول لك اوعي من وشي زي ما انتوا شفتوا كده. المهم بقى ايه، انا قعدت اهدي، يعني اقول لابني طب خلاص، طب اقتلني، طب موتني، طب مش عارفه ايه. ابني بدا يهدى وقال له خلاص يا سيد، قدام شهر شهرين سنه والله، سنتين والله، ولا مش عارفه، شهر شهرين باين، سنه والله، سنتين 10 سنين، قد انت ايه، انا مش هسيبك، وهدى وخلاص. وكان هيدخل، راحت هي عامله له ازاي، راحت هي عامله له، راحت قايله له تعالى يلا، بعد ما خلاص هدى باللغه الارياف كده، تعالى لي يلا، تعالى لي يا راح امك، تعالى لي يا ابن امك، وتشتم في ابني. وقامت جايه من ورا ظهري وبعزم قوتها تاني، وقامت كسعاني بعزم قوتها، رغم ان انت كنت واقفه وكنت بتدافع، وبحوش وعاني منك برضه عشان ما تحصلش بحوش. ايوه، ابني بقى شاف المنظر ده، ان امه اللي عندها القلب وتعبانه بتزق التاني، ده غير البواني اللي خدتها في صدري، الزق والبواني اللي خدتها في صدري يوم ما رحت القسم، والزقه اللي قبل كده اللي بتعالج منها بقالي سنه لغايه دلوقتي. طبعا ابني شاف المنظر ده ما قدرش يتملك اعصابه، عقله طار. المهم راح هو بقى طلع يجري على بره بقى، هو طبعا جايبين بنتهم الكبيره، صوريه، فكل ده بيعملوه
علشان يقعدوا يصوروا، استفزوه واستفزوني عشان يقعد. ده احنا لو كحانه، لو كحانه ورا الباب تسجلها.